السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم ومرحبا. يلا بينا نبدأ رحلة جديدة في الدرس السادس، وهي تقريب الكسور العشرية. والنهاردة هنتكلم عن الجزء الأول باستخدام استراتيجية نقطة المنتصف، وإن شاء الله المرة الجاية هنكمل درس التقريب، فتابعوا معانا. يلا بينا كده في البداية النهاردة نتعلم الاستراتيجية دي ونشوف احنا ممكن نحلها ازاي. بيقول لنا هنا الأول، أولا التقريب لأقرب عدد صحيح. لو أنا عايزة نقرب لأقرب عدد صحيح باستخدام استراتيجية نقطة المنتصف هنعمل ايه؟ بصوا يا سنة خمسة بالراحة معايا كده، علشان الجزء ده دايما الطلبة بتشوفه صعب ومعقد مع انه سهل جدا مفيهوش اي حاجة. يلا بينا امشي معايا واحدة واحدة كده بالراحة، وانا هفهمك تحلها ازاي بكل سهولة وبساطة. يلا نشوف. اولا هنا لما يقول لي قرب لأقرب عدد صحيح 30.2، هنمسك اللي هو عايزه، هنمسك اللي هو عايزه. بيقول لي هنا قرب لأقرب عدد صحيح، يبقى انا هنمسك 30 اللي هي العدد الصحيح. ومعانا هنا خط، معانا هنا ايه؟ خط. الخط ده بيبقى مقسم لكام جزء؟ العشر اجزاء. كام جزء؟ 10. تمام كده. اول نقطة من تحت بنحط فيها الرقم اللي هو عطاهولي اللي هو العدد الصحيح، بنحط 30، بنحط الايه؟ 30. حلو قوي. طيب واعلى نقطة في الخط بنحط فيها ايه؟ بنحط فيها اول عدد بعد اللي انا قلته. احنا قلنا هنا 30، يبقى نقول هنا ايه؟ 31. حلو قوي. تمام كده. نقول تاني، يبقى الخط بتاعنا بيبقى مقسم لعشر اجزاء. اول نقطة من تحت بنحط فيها الرقم اللي هو عايزه، بيقول لي اقرب لاقرب عدد صحيح، ماليش دعوة بالجزء العشر ده، انا بناخد اللي هو قال عليه بالظبط. فخدت ال 30 حطيتها. طيب فوق يا ميس احط ايه؟ حط اول عدد يقابلك بعده. 30 بعدها كام؟ بعدها 31. حلو قوي. طب ايه بقى موضوع استراتيجيه نقطه المنتصف ديت يا ميس؟ عايزني نحدد هنا نقطه المنتصف فين بالظبط، علشان انا هقرب على اساسها، هشتغل التقريب على ايه؟ على اساس نقطه المنتصف دي. طيب تعالى نشوف نقطه المنتصف نعملها ازاي. بص يا سنه خمسه، اول حاجة هنا بنعد 1 2 3 4 5، اهي تبقى في الجزء ده كده. اروح حط التلاتين بتاعتي، واروح حط بعدها خمسة على طول، وعشان ده عدد صحيح فحط علامة وخمسة، يبقى 30.5. 30 وايه؟ ونص. حلو قوي. يبقى نقول تاني، معانا الخط بتاعنا قسمناه كام جزء؟ قسمناه 10 اجزاء. اول جزء من تحت حطيت 30، اول جزء من فوق حطيناه 31، الرقم اللي بعده. طيب نعمل ايه؟ سواء تعد من فوق او تعد من تحت، عد كده 1 2 3 4 5، وحط لي نقطة المنتصف 30 وجنبها 5، بس عشان ده عدد صحيح يبقى 30.5، حطيت علامة وخمسة. اتفقنا كده؟ طيب تعالى بقى نحدد عندي فين 30.2. عندي هنا دي 30، هنا هتبقى 30 وايه؟ 1، هنا هتبقى 30 وايه؟ هنا بقى 30.2، اهي كده وصلنا لها سنة خمسة. يبقى احنا طالما حددناها نقدر بقى نشتغل التقريب بتاعها عادي. طب تعالى كده ايه نقول لك القاعدة، لو العدد اللي هو عطاهولك لقيته اسفل نقطة المنتصف، يعني تحت نقطة المنتصف، يبقى احنا هنقربه لانه فيه، هنقربه للاسفل، للرقم اللي في الاسفل. حلو قوي. يعني ده هيتقرب لمين؟ ده هيتقرب للي تحت اللي هي التلاتين. يبقى الاجابة هنا ايه؟ 30. شطار قوي يا سنه خمسة. طب نقولها تاني عشان نكون فاهمينها كويس. قلنا ان احنا عندنا خط، الخط ده قسمناه لكام جزء؟ العشر اجزاء. حطينا اول نقطة من تحت التلاتين، واول نقطة من فوق اللي بعدها على طول 31. جينا في المنتصف عدينا 5 اجزاء، وقلنا 30.5، ما بين التلاتين والواحد وتلاتين 30.5، بعد نقطتين على طول حطينا 30.2، لقيناها اقرب لمين؟ اقرب للاسفل، يبقى اسفل المنتصف، يبقى نروح نقربها للي في الاسفل. طب لو اعلى؟ لا، نروح نقربها لمين؟ للاعلى، نروح ناخد ساعتها الواحد وتلاتين اللي فوق. اتفقنا؟ حلو قوي. تعالوا نشوف بقى التقريب لأقرب جزء من عشرة ممكن نعمل فيه ايه. هنا بقى سنة خمسة بيقول لي 8.35، عايزني نقربها لأقرب جزء من عشرة. طيب حلو قوي. انا بشوف هو عايز ايه، طالب مني لأقرب جزء من عشرة اللي هي دي، ببدأ اخدها هي وايه؟ هي واللي بعدها كله، ماليش دعوة باللي قبلها هنا. طيب هي واللي بعدها 8.3، فاروح اعمل ايه هنا؟ احطها في اول نقطة من تحت، 8.3، ركزوا معايا. حلو قوي.
طيب احنا اتفقنا اول نقطة من تحت بحط اللي هو عايزه او اللي هو عطولي 8.3. تعالوا نشوف بقى فوق هنحط ايه. احنا اتفقنا ان احنا بنقول اللي بعدها على طول. مين اللي بعد 8.3؟ شطار، اللي هي 8.4. طيب سنة 5 عايزين نزود هنا نقطة قوي صغيرة، هي ايه؟ هي ان احنا نحط هنا صفر ونحط هنا صفر، تمام كده. طيب هل هو غير في قيمة الرقم كده؟ لا مغيرش في القيمة، بس هو هيفيدنا في الحل. حلو. طيب يبقى هنا بقت 38%، وهنا 48%. طالما عايزين نقرب لأقرب جزء من 10، يبقى لازم نخلي رقم كده ايه استبني كده جنبه، ومين اللي ينفع اللي هو ما يأثرش على رقم اللي هو الصفر. حلو. طب انا ازاي بقى احط نقطة المنتصف عندي؟ احنا قلنا ان الخط ده بنقسمه لايه، لعشر اجزاء. هنعد كده من تحت، هنا 1 2 3 4 5، مش هي الخمسة اصلا المنتصف، نص العشرة 5. حلو قوي. هنقف هنا، هنحط 8.3 بتاعتنا عادي خالص، بس المرة دي بقى مش هنحط الصفر، المرة دي هنحط مين؟ الخمسة. مش احنا كده وصلنا لخمس اجزاء من العشرة؟ اهو الخمسة في المنتصف بالظبط. الخمسة في ايه؟ في المنتصف بالظبط. بقت 8.35. حلو قوي. لقيت الرقم اللي هو عطاهولي انا عايز نحدده. ايه ده يا ميس، ده طلع 8.35 برضو. خلاص ده انا مش هروح كده ندور عليه، ده هو موجود عندي في المنتصف اهو. حلو قوي يا سنة 5. دلوقتي بقى هتبدأ الخناقة، مين اللي ياخده من دول؟ يروح لمين بقى من دول؟ يروح للي تحت ولا اللي فوق؟ ده عايز يشده وده عايز يشده، بس طبعا هو اللي هيختار. طيب يا ترى هو هيختار مين يا سنة 5؟ هقول لكم. عندنا هنا يا سنة 5، اول ما نلاقي هنا 5 او اعلى من 5، دي اعداد اسمها اعداد كريمة. يعني بتعمل ايه؟ يعني المفروض ان هي بتزود. حلو قوي. ودي هناخدها اكتر في الحصه الجايه ان شاء الله، ونفهم ان احنا نقرب على طول من غير ايه، من غير استراتيجيه نقطه المنتصف. طيب يبقى هي لو 5 في المنتصف بالظبط تروح للي فوق، ما تنزلش تحت. هي خلاص دي ما صدقت ان هي وصلت هنا، ما صدقت ان هي وصلت فين؟ في المنتصف. هترجع تنزل تاني؟ لا طبعا، هتروح بقى للي اعلى. مين اللي اعلى؟ 8.4. حلوة قوي اهي، 8.4. احنا كده ايه قربناها لاقرب جزء من 10. طب الصفر ده يمس، خلاص الصفر ده انتهى دوره. احنا كنا حاطينه بس عشان نعرف مين اللي في المنتصف. كنا حاطينه ليه؟ عشان نعرف مين اللي في المنتصف. عايزين نعرف ان 35 هي في المنتصف بين 30 والايه وال40. حلو قوي يا سنة 5. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى التقريب لاقرب جزء من 100 برضو باستخدام استراتيجية نقطة المنتصف ممكن يبقى ازاي. عندنا هنا بيقول لي 2738 من 1000، عايزني نقربها لاقرب جزء من 100. برضو الخط الحلو بتاعنا هنعمل فيه ايه؟ هنبدأ نوزعه الى 10 اجزاء، او نقسمه لعشر اجزاء. هنحط تحت في اول نقطة من تحت، هو قال لي هنا عايز ايه؟ لأقرب جزء من 100. يبقى هنبدأ من عند جزء من 100، وكل اللي ايه؟ كل اللي وراها ده معانا اهو. بقت 2.73% ده معانا، يبقى ده اللي نحطه هنا، 2.73%. حلو قوي. طيب احط مين بقى فوق؟ اول نقطة من فوق، اول نقطة من فوق هنحط 2، دي 73. مين اللي بعد 73 على طول؟ 74. يبقى هنحط هنا 74. حلو قوي. وزي ما اتفقنا بنزود هنا الصفر عشان يساعدنا ان احنا نجيب نقطة المنتصف، ونحط هنا الصفر عشان يساعدنا نجيب نقطة المنتصف، مش هيأثر عليا في شيء. تعالوا بقى نعد كده، نقول هنا ايه، 1 2 3 4 5، ونقف. يبقى هنا نقطة المنتصف، هنا نقطة الايه؟ المنتصف. بنروح برضو حاطة الاتنين وال73 بتاعتي زي ما هي، ونروح بعد كده مزودة عليها مين؟ الخمسة. يبقى احنا تحت بنزود صفر، فوق بنزود صفر، في المنتصف بنحط الخمسة، بنزود الخمسة عشان خمسة في المنتصف بتاع العشرة، اللي هم العشر اجزاء اللي احنا محددينهم على الرسمة اهو. ادي 1 2 3 4 5. حلو قوي. طيب دي بقى 8، دي هنا في الرقم اللي هو عطاري 8. تعالوا ندور عليها كده، نعد الاجزاء بتاعتنا، 1 2 3 4 5 6 7 8، وصلنا اللي هو 8. فنحط هنا الاتنين وايه وال738 من 1000 في الايه، في المكان ده اهو. يبقى احنا هنا مكان الرقم عند ايه؟ عند النقطة دي.
في الحالة دي بقى هو هيروح لمين؟ هيروح للي تحت للأسفل ولا هيروح للي فوق اللي في الأعلى؟ طبعا هو طالما عدى نقطة المنتصف هو خلاص هرب من تحت، فطلع لنا ايه؟ أعلى فوق. فبالتالي هنا هناخد مين بقى؟ هناخد للي أعلى اللي فوق، هناخد الاتنين واربعة وسبعين من مية. الصفر ناخده معانا ولا أدى دوره خلاص؟ لأ أدى دوره خلاص، يبقى نحط هنا اتنين واربعة وسبعين من ايه؟ من مية. وبكده نكون حليناها بطريقة صحيحة جدا. تعالوا في اخر جزء معانا، وهو ان هو يبقى عايزني نقرب لأقرب جزء من الف. بيقول لي هنا 1 و5734 من 10,000، عايزني اقربها لأقرب جزء من الف. فين هنا الجزء من الف؟ تالت رقم بعد العلامة، يبقى اول رقم بعد العلامة هو ايه؟ الخمسة اللي هو جزء من 10، وهنا تاني رقم السبعة اللي هو جزء من 100، وتالت رقم اللي هو 3 اللي هو جزء من 1000. يبقى احنا هناخده وناخد كل مين؟ كل اللي على يساره معانا، تمام كده؟ كل اللي بعده ده معانا اهو، ونحط ايدي على الرقم ده كده عشان ما نتلخبطش. يبقى احنا هناخد 1 و573 من 1000، ونبدأ برضو نفس الخط بتاعنا اللي احنا تعودنا عليه من اول الدرس، بنرسمه ونقسمه لعشر اجزاء. اول نقطة من تحت بنحط الواحد و573، حلو قوي. وقلنا بنزود هنا ايه؟ الصفر. وفوق بنشوف مين اللي بعده على طول، مين اللي بعد 573؟ شطار، 574. هنحط الواحد برضو و574، ومننساش برضو ان احنا نحط الايه؟ الصفر. طيب يا مس، احنا دلوقتي عايزين نحط نقطة المنتصف، 1 2 3 4 5، اهي دي نقطة المنتصف. يبقى نحط الواحد وال573 زي ما هي، وفي المنتصف اتفقنا ان احنا بنحط ايه؟ 5. يبقى هنا صفر وهنا صفر، وبنحط هنا الخمسة. طيب يلا يا مستر علي بقى نحدد مكان الرقم اللي هو عطاهولي. هو عطاني الرقم هنا فيه اربعة، يبقى هنعد كام جزء؟ هنعد اربعة من تحت، يبقى 1 2 3 4 اهو. يبقى نحط الرقم بتاعنا اللي هو عطاهولي بالصورة دي، 1 و5734 من 1000 اللي عايزين نقربه اهو. كده خلاص ايه؟ وصلنا له. طيب مكانه فين بقى؟ موقعه فين؟ اسفل المنتصف ولا اعلى المنتصف؟ لا يا ميس، ده اسفل المنتصف. طالما اسفل المنتصف هيروح لمين؟ هينزل للاسفل، اللي هو مين؟ اللي هو ده اللي هو 1 و573 من 1000. قلنا خلاص الصفر ده ملوش قيمه معانا فمش هنحطه، يبقى 1 و573 من 1000. وبكده سنة خمسة نكون حلينا الامثلة بتاعتنا على كل جزء من ايه؟ من التقريب. طيب تعالوا كده نعيد سريعا بصفة عامة. بصفة عامة بيقول لنا اذا كان العدد المطلوب تقريبه بيقع عند نقطة المنتصف او اعلى، اللي في المنتصف او الاعلى منها ده بنقربه للاعلى للي فوق. طيب لو العدد المطلوب تقريبه بيقع اسفل نقطة المنتصف، يعني تحت نقطة المنتصف، لا ده بقى في الحالة دي بيقرب لمين؟ للاسفل، للي ايه؟ للي تحت. تمام كده سنة خمسة. وبكده نكون خلصنا جزئين النهاردة بتاع درس التقريب باستخدام استراتيجية نقطة المنتصف. استنوني المرة الجاية ان شاء الله نكمل درس التقريب بتاعنا بالطريقة العادية اللي احنا ان شاء الله هنفهمها مع بعض. وطبعا عايزه اقول لكم ان اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت بتاعت الدروس السابقه يشوفها عشان يكون شاطر وقوي جدا في ماده الرياضيات. كانت معكم مس هدير بهنسي من قناه بديل الدرس.